بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أبنائي التلاميذ، مرحبا بكم في التمرين الرابع من سلسلة التمارين المتتاليات العددية. إذا التمرين الرابع يقول: نعتبر المتتالية العددية UN المعرفة بما يلي: UN زائد 1 تساوي UN على الجذر ديال 2 زائد UN، و U0 تنتمي إلى المجال المفتوح ناقص 1 0. السؤال الأول: بين أن UN محصورة بين ناقص 1 وصفر لكل N من N. إذن بحال هاد الأسئلة دائما كنجاوب عليها بالبرهان بالترجع. إذن البرهان بالترجع كما شنا، نبدأ بالخطوة ديال التحقق لنبين لنا. إذن الخطوة ديال التحقق، إذن من أجل N تساوي 0 لدينا U صفر حسب المعطيات تنتمي إلى المجال المفتوح ناقص 1 0. إذن U صفر محصور بين صفر وناقص 1. إذن السؤال محقق أو لا محقق من أجل N كتساوي صفر. نفترض أن UN محصور بين ناقص 1 وصفر، ولنبين أن UN زائد 1 محصور بين صفر وناقص 1. إذن لدينا، إذا نحاول نأطر UN زائد 1، إذن كنبدأ ديما بالمعطيات اللي عندي. عندنا UN محصورة بين ناقص 1 وصفر، إذن UN زائد 2 غادي نضيف 2 للطرفين المتفاوتة، غاتجينا هنا 2، وهنا ناقص 1 زائد 2 هي 1. إذن لدينا أي، إذا هنا غادي ندير الجذر ديال UN زائد 2 أصغر من جذر 2، وجذر 1 هي 1. بعد ذلك غادي نضربو في المقلوب. إذن في الترسيم ملي كنضرب في المقلوب خصني نتابه، خصو يكون عندي نفس الإشارة ديال الطرفين المتفاوتة. إذن هنا موجبة، وبالتالي فيما كنضرب في المقلوب كي تقلب الطرفين كيولي عندنا هنا 1 على جذر 2 وهنا 1. كذلك إذا حنا بغينا نأطرو UN على الرصين ديال UN زائد 2، إذن لدينا كذلك UN محصورة بين صفر وناقص 1. إذن خصني ننتبه بأن هاد الطرفين المتفاوتة أعداد سالبة، إذن خصني نرجعها موجبة. إذن غنضرب في ناقص 1 هاد الطرفين المتفاوتة، غيرجع عندي UN ناقص UN ما بين 1 و 0. إذن عندنا هاد المتفاوتة هادي وهاد المتفاوتة، دوك غنضربو طرفي المتفاوتة طرفان بطرف. إذن غنلقاو ناقص UN على الجذر ديال UN زائد 2. دوك مادام عندنا طرفين متفاوتات أعداد موجبة، دونك ماشي مشكل. إذا صفر مضروبة في 1 على جذر 2 هي صفر، واحد مضروبة في 1 هي 1. حنا كنقلبو على UN على جذر UN زائد 1، إذا غنضربو في ناقص 1 باش نلقاو هداك الشيء اللي كنقلبو عليه. إذا كنضرب في ناقص 1 يعني هاد الطرف غيرجع هنا، والطرف وصفر غيرجع إذا على جذر UN زائد 2 أصغر من صفر. إذن هنا لقينا بأن UN زائد 1 حصورة بين صفر وناقص 1، وبالتالي كنرجعو للافتراض، وبالتالي الافتراض صحيح، وبالتالي UN محصورة بين صفر وناقص 1. الآن نمر إلى السؤال الثاني. السؤال الثاني يقول: بين أن، إذا لنبين أن
إذن نذكركم بأنه للاستفادة دائما من التمارين يجب إنجاز التمرين قبل مشاهدة الحل. إذن هنا لنبين أن UN زائد واحد أكبر من أو تساوي U صفر على جذر 2 زائد U صفر لكل N ينتمي إلى N. إذن هنا نحاول نتابع شي شوية هنا. إذن حنا هاد U زيرو على جذر جوج زائد U زيرو راه بحال راه هي U واحد. دونك حنا نذكركم بالمتساوية. دونك حنا عندنا المتسالية هي هادي تساوي U N على جذر U N زائد 2، وبالتالي فعوضنا هنا بصفر صفر إذا غتجينا U واحد. إلا عوضت N بصفر إذا غتجينا U واحد تساوي U صفر على U صفر على جذر U صفر زائد جوج. إذا هنا غادي نبينو بأن U N زائد واحد أكبر من U واحد لكل N ينتمي إلى N. إذا هاد السؤال هذا بطبيعة الحال كيمكن لي نجاوب عليه بطرق متعددة، ومن بين الطرق اللي يمكن لي نستعمل هي نحاول نلقى رتابة الدالة أو المتتالية. إذا حنا كنعرفو بأن المتتالية راه إما غتكون تزايدية أو تناقصية. ما معنى المتتالية التزايدية؟ يعني أصغر حد غيكون هو U0 من بعد U1، وحنا غادي نحتال U n إلى آخره. إلا كانت تناقصية غيكون U0 هو أكبر حد وحنا هابطين حتى U1. إذا ما معنى تزايدية؟ يعني خصني نلقى إلا كانت تزايدية غنلقى بأن U n كتكون أكبر أو تساوي U0، وغنلقى بأن U n زائد واحد أكبر أو تساوي جميع الحدود اللي لانديس ديالها هنا صغر من N زائد واحد، إذا غتكون أكبر من U1. إذا هنا يكفي نبين بأن المتتالية تزايدية. إذا هنا كيفاش غنبين بأن المتتالية تزايدية؟ إذا هنا غنحسبو فباش نبينو بأن المتتالية تزايدية، إما كنحسبو الفرق وخصني نلقاه موجب، خصو يكون موجب، أو كنحسب الخارج وخصني نلقاه أكبر من واحد. إذن وهنا كيمكن لي نحسب الخارج لأن UN تخالف الصفر، لأن UN لقيناها بأنها محصورة بين الصفر وناقص واحد. إذن هنا ممكن نحسبو خارج هاد UN زائد واحد على UN. إذن هنا هاد الخارج هذا كيعطينا هي UN إذن UN على جذر UN زائد 2 على UN. إذن هنا نضربه في المقلوب ديال المقام. إذن UN زائد 2 وحنا عندنا UN هنا، إذا نضربه في المقلوب ديال UN اللي هي 1 على UN. إذن بعد الاختزال كنلقاو بأن UN زائد 1 على UN يساوي 1 على الجذر ديال UN زائد 2. وحنا سبق لينا باش أطرنا هاد 1 على جذر، إذن 1 على جذر UN زائد 2 سبق لينا باش لقيناها صغر من 1 وكبر من 1 على جذر 2، إذن لقيناها صغر من 1. إذن هاد UN زائد 1 على UN أصغر من 1. حنا UN خصني نرجعها لهنا. إذا حنا لقينا بأن UN سالبة، وبالتالي فما غنضرب في UN في الطرفين المتفاوتة غيتقلب الترتيب، غيرجع عندي UN زائد واحد أكبر من UN. ما معنى هذا؟ معنى أن المتتالية، أن UN متتالية تزايدية. ما معنى متتالية تزايدية؟ يعني أن UN
زائد واحد أكبر من جميع الحدود اللي لاندس ديالها صغر من إن زائد واحد، يعني أكبر من أو تساوي إي واحد. إذن هنا مهما يكون إن كتنتمي الآن فإي إن زائد واحد أكبر من إي زيرو على جذر ديال إي زيرو زائد إتنان. إذن كان هذا هو الجواب على هذا السؤال. هذا السؤال الموالي هو عبارة عن استنتاج. قالوا لنا استنتج، دونك لنستنتج أن UN أكبر من U0 على جذر 2 زائد U0 الكل أس N. إذن هنا حسب السؤال إذا استنتاج، يعني ما خصنيش نمشي بعيد، خصني نبقى نحاول نستمر الأسئلة اللي سبق لي باش جاوبت عليها. إذا في هذا السؤال اللي سابق حنا لقينا بأنه مهما يكون N ينتمي إلى N فإي N زائد واحد أكبر من U0 على جذر U0 زائد جوج. إذا هنا يمكن لي كذلك نكتب هنا أن UN أكبر من U0 على جذر U0 زائد جوج. علاش؟ لأن حنا مهما يكون ان ينتمي الى ان، اذا هنا يمكن لي نعوض ان بان ناقص واحد. اذا غتكون ان ناقص واحد زائد واحد غتولي هي ان، غتعطيني هنا ان. اذا او ان اكبر من او زيرو على جذر او زيرو زائد جوج. اذا هنا شنو بقى لي هنا؟ بقات لنا هاد الاس، هادي اس ان. شنو كنعرفو حنا؟ كنعرفو بان واحد على جذر او ان زائد جوج، دونك هذه محصورة بين واحد وواحد على جذر جوج، يعني يمكن لي ندير أكبر أو تساوي صفر. إذن فبشكل عام هاد واحد على جذر أو إن زائد جوج فراه غادي تكون أكبر من أو تساوي واحد على جذر جوج زائد أو إن أكبر الكل أس إن. هذه راه واضحة. فملي كندير مثلا جذر يو ان زائد جوج هذه اصغر من جذر جوج زائد يو ان الكل اس ان. بطبيعة الحال هنا ان خاصها تنتمي لان اطوال. اذا هنا الا درت المقلوب فغنلقى هذه النتيجة هذه، وبالتالي فغنستنتج اللي مطلوب مني. اذا يو ان اكبر من يو زيرو على جذر يو زيرو زائد اثنان الكل اس ان. اذا كان هذا نهاية التمرين. مرحبا بالتساؤلات ديالكم بالملاحظات ديالكم كذلك. ما تنساوش الى استفدتم من الفيديو تبارطاجوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، والسلام عليكم ورحمة الله.